طب ايه اهم مصدر للقيم اللي عندنا؟ تعالوا نشوف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيم اللي عندنا، اهم ثلاث قيم عندنا نقدر ناخدهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ام السنة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا جبريل سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان. فالإيمان بيخرج لنا قيمة مهمة جدا. لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والكتب وجعل الملائكة؟ لماذا فعل كل هذا الله سبحانه وتعالى؟ الله كان ممكن يقول لنا أنا الله فقط وعلينا أن احنا نجتهد في الوصول إلى مرضات الله، لكن الله رحمة أرسل لنا الرسل وجعل هناك ملائكة حفظة وأرسل الكتب لتهدينا. إيه ده؟ ده كده معنى كده إن الإيمان يطلع لنا قيمة اسمها قيمة الرحمة. طب والإسلام؟ الإسلام ده بيقول لنا إزاي نقدر تكون بيننا وبين الحياة شيء يخليها مليانة خير ونور وبركة. إيه ده بقى؟ كلمة البركة دي بتفكرنا بإيه؟ بتفكرنا بقيمة الخير. يبقى لما سألوا عن الإسلام نقدر ناخد من الإسلام قيمة الخير. طب ولما سألوا عن الإحسان نقدر ناخد من الإحسان قيمة الجمال. فعندنا ثلاث قيم أساسية أنا بسميها الثلاث قيم العليا. الثلاث قيم العليا هي إيه في حياتنا؟ إيه الثلاث قيم العليا؟ الرحمة والخير والجمال. يبقى دي الثلاث قيم العليا اللي عندنا، ودول الثلاث قيم اللي احنا هنبتدي بيهم. بس تخيل لما جينا ندرس القيم اللي الناس اصطلحوا عليها، القيم اللي اصطلحوا عليها في الأمم المتحدة، فكانت في 11 قيمة من القيم دول. 11 قيمة من القيم دول، تخيل حاجة غريبة جدا ان ال 11 قيمة دي ممكن نرجعهم الى الثلاث قيم. ده معنى كده ايه؟ ان القيم دي بتثبت كفاءتها وبتثبت كليتها وبتثبت ان القيم دي موجودة. زي مثلا لما نيجي نبص كده اول حاجة الى قيمة الايه؟ الى القيم اللي بتكون تحت الرحمة، تلاقي قيمة ايه؟ ال 11 قيمة. تعالوا نقول لكم ال 11 قيمة الاول. 11 قيمة هم قيم الايه؟ اول قيمة قيمة النزاهة وقيمة البساطة وقيمة التواضع والتعاون والاتحاد والمسؤولية والتسامح والصدق والسعادة والسلام والمحبة. دول ال 11 قيمة. بالدراسة والتحليل لقينا ال 11 قيمة دول ممكن نردهم إلى الثلاث قيم الكبرى دول. يعني إيه؟ هنلاقي تحت قيمة الرحمة دول ممكن نحط قيمة إيه؟ البساطة. البساطة رحمة صح؟ مفيش حاجة تعقيد، رحمة. التواضع، يا سلام، اه طبعا الواحد لما يتواضع يبقى رحمه. التسامح، يا ما فيش اجمل من كده دلاله على الرحمه. المحبه كذلك، المحبه رحمه. هو انت هترحم حد الا اذا كنت بتحبه؟ يبقى الاربع قيم دول يدخلوا تحت قيمه الرحمه. ونلاقي برضو مجموعه من القيم برضو من 11 قيمه بتدخل تحت قيمه الايه؟ قيم الخير. زي قيمه التعاون، اه قيمه التعاون تزود الخير، تزود النماء، تزود البركه. التعاون والاتحاد كمان والسلام والمسؤولية. الأربع قيم دول ينزلوا تحت قيمة الإيه؟ قيمة الخير. طب والجمال؟ قال لك الجمال أهو، النزاهة جمال والصدق جمال والسعادة جمال. إيه ده؟ يعني التلات قيم دول أثبتوا فعاليتهم جدا. يبقى التلات قيم دول جاهزين إن احنا نربي أولادنا عليهم. يبقى التلات قيم دول مالهم؟ جاهزين ان احنا نربي اولادنا عليهم. طب اول حاجه بقى نعرف القيمه الاولى ايه بقى؟ القيمه الاولى هي الرحمه. طب يعني ايه الرحمه؟ الرحمه دي معنى من معاني اللين والرقه. اللين فين؟ اللين في القلب والرقه في القلب. تعمل توصلنا لايه؟ يوصلنا ايه اللين والرحمه دي؟ يوصلنا الى الاحسان الى المرحوم. يبقى دي ايه اللي حاصل؟ يبقى الرحمه دي حاجه عبارة عن لين ورقة تخليني حريص على ان ده حياته تبقى افضل ومليانة خير. ايه ده؟ وكأن الرحمة شبكة في الايه؟ شبكة في الخير، وشبكة كمان في الايه؟ وشبكة في الجمال. الاحسان هو مجموع الخير والجمال. الاحسان ده معناه ايه؟ فضل وخير بيوصل لانسان بس بطريقة جميلة. يبقى عندنا الرحمة
دي رقة ولين، يخليني حريص على ان انا احقق الاحسان للي انا برحمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكلم الكائنات وهي عايزه تخلص من الانسان، لو خلقتموهم لرحمتموهم، يعني ايه؟ لو وصلت لهم الخير لكنتم عندكم لطف بهم. الله لطيف بعبادي. طب ليه الله لطيف بعبادي؟ لانه كتب ربكم على نفسه الرحمه. الله، يبقى انت لازم تعلم اولادك ان هو يبقى عندهم في قلبهم لين وعندهم رقه، وهذا اللين والرقه يخلوهم يحبوا ان الناس يبقى عندهم جمال وعندهم خير. يبقى ارحموا من في الارض يرحمكم. وعشان كده سبحان الله، شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وعشان كده لقينا الرحمه بيدخل تحتها القيم اللي اتفقت الانسانيه على ان هي ايه؟ القيم الفعاله في حياه الناس. القيمه الثانيه هي قيمه الخير. وهو ايه هو الخير؟ شيء او حاله مرغوبه وفيها حاله من المتعه بتخلي الانسان يوصل الى انه يوصل الفضل ويوصل السعه ويوصل النماء لمن يقصد عمل الخير من اجله. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى الخير ده فيه نماء، فيه سعه. يبقى الخير اذا كنت عايز تعمل خير لحد، يبقى انت عايز تحسن حياته، تضيف اليه. يبقى اي وقت انت بتضيف لحد حاجه جميله وحسنه وواسعه، انت بتعمل خير في حياته. شوف احنا بنترجم ده ازاي. يعني انا لما احب واحد يخرج من ازمته، يبقى انا بحب له خير. لما ادي الواحد صدقه فيستعين بيها على ضيق حاله فيحصل له الفرج، دي خير. لما اقول لواحد كلمه حلوه ونصيحه تخليه يصلح ما بينه وبين زوجته، ده خير. يبقى كل اللي فيه نماء ووسع ده خير. وهنا بنحس بقى في البركه، لان الناس بعيد عن الخير بتحس ان حياتها ضيقه. طب واذا حاولت انت تؤدي ليهم الخير يحسوا بالسعه ويحسوا كمان بالبركه والمدد في حياته. نيجي بقى للجمال. الجمال هو صفه ايه؟ تتعلق بكل شيء حسن ومنير وصافي. وعشان كده الجمال ده بيبقى ايه؟ الجمال صفاء من القدرات، وايه؟ وحصول على الخيرات، وايه تاني؟ والاحساس بانني محل التجليات. التلاته دول كده يبقى حاسس ان هو جميل. ليه؟ لان ربنا ناظر اليه. التلات صفات دول لازم نعلمهم لاولادنا ولازم نعلمهم لشبابنا. تعال اقول لكم تعلموا الاولاد الرحمه ازاي، بس احنا هناخد بس الرحمه ونكمل بعد كده. عايز تخلي اولادك عندهم رحمه؟ خلوا اولادكم ببساطه يعرفوا ان الناس بشر زيهم، والاصل ان احنا نحب الكل. دايما اكلموا اولادكم عن الحب، وخلوا الحب ده عندهم يتحول الى سلوك. ما تجيش تكلم حد وتقول له فلان ده ما بيحبكش، دي من المحظورات. لازم نوقف خطاب الكراهيه عند الناس، عند اولادنا. احنا مش هنتضرر لو اولادنا حبوا حد مش مناسب، بس اكيد هنتوجع وهيتكسر قلوب اولادنا اذا علمناهم ازاي يكرهوا. ارجوكم بلاش نعلم اولادنا الكراهيه، وعلموا اولادكم الحب. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ ببساطه خالص، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحدثوني عن اصحابي فاني اريد ان القاهم سليم الصدر. ما تكلموش اولادكم عن مساوئ الناس. عايزين تربوا الاولاد، كلموا اولادكم عن المحاسن. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، كلموا اولادكم عن جمالهم هم شخصيا. حضرة النبي يقول على سيدنا الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. فسيدنا الحسن ده، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ده السلوك الثالث. سموا أولادكم دايما بالأسماء الحسنة. كان اسمه حرب ومحارب، لا، اسمه الحسن، اسمه الحسين، اسمه محسن. فسموا دايما، نادوا على اولادكم باسماء جميله تخليهم يخرجوا اجمل ما فيهم. تالت حاجه،
عشان تخلوا أولادكم عندهم رحمة، دايما خلوا أولادكم ما يتنازعوش، ما يتقتلوش، قللوا عند أولادكم الصراع والصدام، ما تخلوهمش يتخانقوا، ما تخافوش، أولادكم لو طلعوا طيبين ربنا هيطيب لهم الحياة. الثلاث حاجات دول دي بداية المشوار، بداية الكلام عن الجمال، بداية الكلام عن الرحمة، بداية الكلام عن الخير. اعملوا الثلاث حاجات دول، كلموا أولادكم عن مكارم ومحاسن الحياة، تاني حاجة كلموهم عن الجمال اللي فيهم وسموهم بالأسماء الحسنة وندوهم بالأسماء الحسنة، تالت حاجة وده مهم جدا، خلوهم دايما بعيد عن الصراع وبعيد عن الصدام. أولادكم في الغالب هيكون عندهم رحمة بالآخرين، ولكن دربوا أولادكم وخلوهم يمارسوا ده طول الوقت في سلوكيات وفي أفعال، وخليهم يبقوا ناويين ده، مريدين لده، واعيين بده. ما تخليش ابنك وهو بيعمل السلوك ما يبقاش واعي، شجعه ان هو يبقى واعي ان هو بيرحم الناس، عشان ربنا يخلي لحياته جمال ونور وبركة وطيابة. يا رب أعنا على ان احنا نساعد أولادنا ان هم يكونوا رحماء، ونساعد شبابنا ان هم يكونوا قلوبهم فيها لين ورحمة، عشان نتجنب كل المكاره من العنف اللي احنا بنشوفه ده كله. يا رب انظر إلينا بنظر الرحمة، واجعل حياتنا وحياة أولادنا وأحبابنا مليئة بالرحمة.